الله يا رب يا رب يطلع يعجب الناس باذن الله. يا مراجي دي اسم اغنيه كلمات ملك عادل الحان محمد عبد المنعم توزيع حسن منير انتاج روزي كابتن علاء شبالو. احنا عاملين شركه الحقيقه اسمها دبل اي برودكشن ميوزك، ودي يعني حاجه كده انتاج المزيكا اللي احنا يعني اللي المنتجين مش قادرين يعملوه معانا. انا عملت حاجه يا احمد زي سي في بس كده اقول للناس ممكن نعمل اي حاجه ونسمعكم كل الالوان. انا بتمنى ان انا اي حاجه بعملها ترضي الجمهور بس وابقى تحت حسن ظنهم ان شاء الله. والله الدويت اللي اتعمل النهارده ده الحمد لله يعني يمكن ربنا اللي وفقنا فيه. كان الاستاذ علاء هو كان صاحب الفكره، هو الاستاذ الملحن محمد عبد المنعم، فما طرحوا عليا الفكره انا رحبت بيها جدا عشان انا بحب امينه جدا وبحب الاستاذ محمد عبد المنعم جدا والاستاذ علاء جدا، والحمد لله انا بعتبر امينه بنتي، وفي نفس الوقت كون ان ربنا يوفقنا ان شاء الله يا رب ان شاء الله في حاجه جديد من نوعها. اتنين ستات يغنوا دويتو، دي ده جديد من نوعها. يا مراكبي يا ابو عين عايزين نركب لام ونتفسح فيه، ما تصلي على نبينا وتلف بقى بينا. هو الالبوم بس الفكره ان انا اول مره بقى اعمل حاجات ليا انا خصوصا يعني كلها حاجات بجد مش عشان الالبوم بتاعي بس بقى حاجات جديده وحلوه جدا ومعمول فيها شغل عالي قوي، يعني بقالنا كتير كنا بنشتغل في الالبوم. عامل لي فيه ملحن لي الاستاذ وليد سعد، الفنان الجميل محمد رحيم، مدام اكرام العاصي، نخبه كبيره جدا من الموزعين الكبار دكتور يعقوب الخبيزي، وعامله كمان دويتو جامد جدا مع الفنان وائل غسار. فيا رب ان شاء الله كده، بس احنا مستنيين بس الوقت المناسب ان شاء الله ننزل فيه الالبوم عشان بس الناس تسمعه عشان الاحداث بس اللي بتحصل دلوقتي. وان شاء الله يا رب يعني يعجب الجمهور. حضنت في قلبي صورتك ولسه مش بنساك، بحبك حب اكبر من اني يوم انساك، حضنت في قلبي صورتك ولسه